وفي عصر اليوم الأول للزيارة قام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بزيارة لضريحي جلالة الموفور له الملك عبد الله بن الحسين وجلالة الموفور له الملك طلال بن عبد الله. ولدى وصول جلالته حفظه الله أدى ثلة من الحرس الملكي الأردني التحية لجلالته، ثم قام جلالته بتفقد طابور الحرس. بعد ذلك وضع جلالته أكليلين من الزهور على كلا الضريحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم أجمعين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولكم يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولدى مغادرة جلالته أدت ثلة من الحرس التحية لجلالته. وقد رافق جلالته معالي عامر خماش المستشار الخاص لجلالة الملك الحسين ورئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالته.